قسما بكل مدرج بدمائه، قسما بتراب الأرض ممزوجا دما، قسما بعزة شامنا وجلالها وجمالها، قسما سنأخذ من أراد بكيده غدر الشآم بما أراد. بالرغم من تعهدات أجهزة الأمن الروسية بالتعاون مع التحقيقات الأمريكية فيما يخص التفجير الإرهابي الذي حصل في ماراثون بوسطن، إلا أن أمريكا فيما يبدو لا تفي بتعهداتها، ولذلك لم تكترث للتعهدات الروسية. الجاسوس الأمريكي رايان فوغل متلبسا يضع شعرا مستعارا أشقر، ضبط أثناء محاولته تجنيد رجل أمن روسي من خلال دفع مبلغ 100,000 دولار كمقدم أتعاب له مقابل معلومات استخباراتية. الاستخبارات الروسية كانت السباقة وألقت القبض على المدعو متلبسا وبحوزته الترسانة التقليدية للجواسيس من أموال وعدة تنكر وبوصلة ومصباح وخارطة لموسكو أيضا. وفيما امتنع السفير الأمريكي في موسكو مايكل ماكفول عن التعليق على الحادثة، تعلن مصادر في وزارة الخارجية الروسية أن وجود عميل لوكالة الاستخبارات المركزية CIA وتحت ستار السفارة الأمريكية في موسكو يضر بالثقة المتبادلة بين روسيا والولايات المتحدة. كيري والذي يجول من بلد إلى آخر في السويد الآن وفي موسكو قبل عدة أيام يطلق الكلام فقط فيما يزرع جواسيسه في انتهاك واضح للتعهدات الدولية بما فيها التعهدات التي تقدمت بها روسيا بالتعاون فيما يخص تفجير بوسطن. هل يكفي الحذر منك يا كيري ومن أفعالك المخالفة لأقوالك، أم لا بد من خشية أقوالك وفعلك معا؟ يتساءل العالم. قسما بصادق وعدنا بطول الصبر أفرغه علينا الله، أودع في ضمائرنا وأجرى في سواعدنا من سر أسماء له معنى العزيز المقتدر. قسما سنأخذ من أراد بكيده غدر الشام بما أراد.